طيب هنروح دلوقتي لدينا شرف مرة تانية علشان نعرف منها درجات الحرارة في ظل يعني الارتفاع المستمر اللي احنا بنشهده منذ يومين تقريبا يا دينا. صحيح. عاوزين نعرف ايه الجديد بقى، وهل الموجة دي هتستمر معانا حبة كمان؟ احنا هنعرف تفاصيل فعلا، بس هي الموجة مستمرة معانا حتى النهاردة، يعني لحد النهاردة الموجة الحارة مستمرة. بس خليني دلوقتي يعني اعرف حضراتكم عن احوال الطقس بالتفصيل وهيئة الارصاد. بتوقع ان النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة راتب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل أكتر عن حال الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. الناس طول الوقت بتسألنا هو الصيف رجع تاني، ده الحر ده احنا ما شفناهوش في شهر أغسطس، يعني احنا خلاص في آخر سبتمبر وفي الخريف، لكن في ارتفاع يعني ملحوظ جدا في درجات الحرارة. بالفعل احنا بنسجل درجات حرارة زي فصل الصيف العظمى على القاهرة الكبرى بتوصل ل 36 درجة مئوية، مع وجود كمان نسب الرطوبة فبنحس بيها أعلى من درجات الحرارة اللي احنا دايما بنقولها. لكن إن شاء الله متوقع يعني لمدة 48 ساعة قادمة، يعني اليوم وغدا إن شاء الله، استمرار ارتفاع درجات الحرارة. أغلب الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، فهتؤدي لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. لسه الأجواء خلال فترات النهار اليوم هتكون أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل الأجواء هتكون معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية، لأن هيكون في نشاط للرياح فترات المساء وساعات المغرب وساعات الأولى من الليل. نشاط رياح ده سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، هيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونحس معاه بانخفاض في درجات الحرارة. إن شاء الله من يوم الاثنين اللي جاي متوقع أن تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، يعني متوقع يوم الاثنين العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية، مع نهايات الأسبوع هتوصل ل 31 درجة مئوية، فهنبدأ تدريجيا إن شاء الله من يوم الاثنين نحس بالأجواء الخريفية، لأن التوزيعات الضغطية اللي هتأثر علينا تختلف تماما عن اليوم أو غدا. تمام، طبعا ده خبر بالنسبة لنا كلنا يعني سعيدين بيه جدا، لكن كمان عايزين نسأل حضرتك عن الشبورة المائية، خصوصا ان الدراسة هتبدأ ان شاء الله بكرة لجميع المدارس، فحابين نعرف منك شبورة مائية للصبح كمان، وايه كمان النصايح اللي نقدمها للأسر والطلبة، خصوصا التعامل مع درجة الحرارة المرتفعة، واحنا يعني اول يوم دراسة بيبقى صعب جدا على الولاد في ارتفاع درجات الحرارة. هو بالفعل لسه مستمر معنا تكون لشبوره مائيه على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الى الان الشبوره المائيه دي بتكون خفيفه ما بتاثرش بالصوره الكبيره على حركه المرور. لكن خلال الايام القادمه مع انخفاض درجات الحراره فترات الليل وارد جدا كثافه الشبوره المائيه تزيد وتاثر على الرؤيه الافقيه. نخلي بالنا في الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل، استدعى قائد المركبات والمسافرين على الطرق القياده بهدوء تام ونتبع كافه تعليمات المرور. بالنسبه للنصائح للساده المواطنين، احنا لسه في ارتفاع درجات الحراره اليوم وغدا، فمهم جدا فتره الظهيره ودي فتره خروج الطلبه من المدارس. صحيح. نتجنب اشعه الشمس المباشره. ممكن نصطحب معانا كاب او شمسيه عشان اشعه الشمس المباشره خلال فترات الظهيره، لكن من يوم الاثنين الجاي زي ما قلنا هنبدا نشعر بانخفاض درجات الحراره، ويمكن هيكون ملموس كمان خلال فترات الليل والصباح الباكر، هنبدا نشعر ببعض البروده خلال فترات الليل. مهم جدا نتابع النشرات الجويه، لان الخريف دايما معروف بتقلباته الجويه والتذبذب الكبير في درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، ناخد بالنا بشكل كبير من نوعيه الملابس خاصه للاطفال خلال فترات الصباح الباكر، نبدا نصطحب معانا بعد طبعا انخفاض درجات الحراره قطعه ملابس اضافيه لما نحس بانخفاض درجات الحراره نرتديها، لان ناخد بالنا من نوعيه الملابس الفتره دي ممكن تغييرها بشكل كبير يصيبنا بنزلات البرد. عشان كده احنا بنتابع مع حضرتك دايما كل يوم الحاله الجويه بالتفصيل واخر تطورات الحاله الجويه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره العظمى 36، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 36-25، اسكندريه 33-24، العالمين الجديده 32-24، مطروح 31-23، دمياط 33-24، بورسعيد 31-26، الاسماعيليه 37-24، السويس 36-24، العريش 33-24، كاترين 30-18، طابة 35-24، حلايب 33-28، شلاتين 36-26، شرم الشيخ 37-29، الغردقة 40-28،
الفيوم 39 24 بني سويف 39 23 الوادي الجديد 42 28 أسيوط 41 25 سوهاج 41 25 قنا 42 26 الأقصر 41 26 وأخيرا أسوان 42 26. طمنا حضراتكم عن حالة الجو النهارده، هرجع مرة تانية لجمانة وأحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. ويعني أحمد إن شاء الله الموجة الحارة هتنكسر إن شاء الله يوم الاثنين بإذن الله، إن شاء الله يكون انكسار ملحوظ يعني في درجات الحرارة إن شاء الله. شكرا ليكي وشكرا طبعا لدكتورة منار غانم برضه الأصولي.